ضربة جوية استهدفت قيادي كبير، يقال بأنه فؤاد شكر، لا نعلم حتى هذه اللحظة، ولكن دعنا نتكلم في بشكل عام. إن كان قيادي كبير في الحزب قد استهدف من خلال هذه الضربة، والإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي يقول بأن اندلاع الحرب مع حزب الله يعتمد على الرد على هذا الاستهداف، إلى أي مدى هناك مؤشر بأن هذه الجبهة ربما قد تتسع بشكل أو بآخر؟ يعني من الطبيعي أن الضربة كانت ستأتي في خلال 24 ساعة، ولكن كان السؤال أين ستقع هذه الضربة؟ تحييد بيروت والضاحية الجنوبية منذ يومين تحدث الجميع داخليا أو إقليميا أو دوليا أن منطقة بيروت العاصمة هي خارج نطاق الضربة، والضاحية الجنوبية هي تسمى ضاحية بيروت الجنوبية، يعني تم قصف بيروت من جهة أولى. من جهة ثانية كان الحديث هل ستتجرأ إسرائيل بعد تهديدات حزب الله اليوم بضرب عمق حزب الله، وبخاصة ضرب مجلس شورى حزب الله، يعني بما معناه يمكن استنتاج أن إسرائيل نعم بعد الآن أو بعد مجد الشمس هي تريد زكزكة أو إضعاف حزب الله من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية السياسية. تهديدات حزب الله اليوم والأمس، أي عمل متهور من حزب الله يطال بيروت أو مناطق استراتيجية أو المدنيين سيكون رد حزب الله قاسيا باتجاه العمق الإسرائيلي تل أبيب أو القدس. ولكن بما أن الضربة وصلت إلى بيروت وإلى الضاحية الجنوبية بالتحديد، ما معناه أن إسرائيل لا تأبه بتهديدات حزب الله، ضربت عمق حزب الله، نواة المنطقة التي يتمركز فيها حزب الله. كل ذلك يشير إلى أن التصعيد محتمل بعد اليوم، أو إنها ردت فعل عسكرية كردة اعتبار لإسرائيل، بما أن القبة الحديدية فشلت في أكثر من مكان وبخاصة في الجولان المحتل. القبة الحديدية اليوم تشار بالداخل الإسرائيلي يشار إلى أنها فشلت في أكثر من منطقة. إسرائيل تعويضا عن هذا الفشل ضربت حزب الله بالعمق، وهذا له معاني استراتيجية. واليوم ومنذ اللحظة بدأت الأسئلة تتوجه كيف سيرد حزب الله على هذه الضربة في العمق اللبناني، في عمق بيروت وفي الضاحية الجنوبية بالذات. ولكن كمان أسئلة منذ دقائق تنتشر في المجتمع اللبناني وفي الإعلام اللبناني، ماذا بعد هذه الضربة؟ هل إسرائيل ستكتفي؟ مع أن إسرائيل اعتبرت أنه هذا كاف على رد على ضربة مجد الشمس، ولكن هل حزب الله سيكتفي؟ وفي حال رد حزب الله هل ستصمت إسرائيل؟ اليوم ليس كما قبل، وليس كما قبل مجد الشمس. اليوم ضربة ضاحية جنوبية لها مؤشرات خطيرة جدا على قواعد الاشتباك. نعم دكتور عماد، دكتور عماد أريد أن أسألك عن هذه النقطة ربما استراتيجيا. عندما نتحدث عن ربما يكون اختراق لقواعد الاشتباك المعمول بها ما بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله، الوصول إلى هذا العمق في الضاحية الجنوبية استهداف قيادي كبير أيضا، إلى أي مدى كل هذه العوامل الثلاث، إضافة إلى التصريحات التي تم الحديث عنها أمس بأن حزب الله سيعتبر أي ضربة أو استهداف للعمق اللبناني سيعتبر عدوان، هذا كله يؤشر إلى أن هناك رد ربما يكون رد أيضا كبير من حزب الله. وتجاه ذلك ومقابل ذلك مسؤولون إسرائيليون يقولون بأن مسألة اتساع هذه الحرب هو بشكل أو بآخر مبني على ماهية الرد، رد حزب الله. نعم كل ذلك قد يؤدي إلى حرب لأيام وليس حرب شاملة. حرب الشاملة مستبعدة، بما أن الطرفين لا يستعملان القوات البرية، يعني بما أن الدبابات الإسرائيلية لم تعبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبما أن حزب الله
لم يتحول إلى مهاجم برياً. هو ب 8 أكتوبر نعم هو المبادر وهو المهاجم، ولكن ضمن قواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك وما لا يزيد عن 5 إلى 10 كيلومتر من الجهتين. اليوم بما أن الطرفين لا يعتمدان على القوات البرية، إذن نحن ما زلنا ضمن قواعد الاشتباك باستثناءات، مع استثناءات يعني كما حصل في السابق وتم ضرب أحد القادة الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية، واعتبر حزب الله أن المستهدف هو فلسطيني وليس من حزب الله، تم تمرير هذا الأمر بمرور الكرام. ولكن اليوم تختلف الأمور، بما أن الضربة طالت العمق والرد سيكون من حزب الله طبعا عنيفا، وإلا كمان تعتبر هزيمة له، كما لو لم يرد حزب الله إسرائيل لم ترد إسرائيل على ضربة مسجد الشمس كانت ستكون هزيمة لها. اليوم حزب الله في نفس الموقف كما كانت إسرائيل منذ يومين. نعم. في حال إسرائيل اكتفت بذلك وكان رد حزب الله متوسط الحال أو ضعيف الحال ولم يتخطى قواعد الاشتباك أو لم يطال كريش أو لم يطال حيفا أو لم يطال العمق الإسرائيلي كما هدد بتل أبيب، يعني عادت الأمور إلى طبيعتها واستمرت قواعد الاشتباك إلى حين تنتهي مشاكل أو حروب أو الاعتداء بغزة. نعم. ولكن اليوم على الرغم من التصعيد وعلى الرغم من هذا الاعتداء في الداخل اللبناني، ما زالت الآراء الخارجية اليوم حتى الساعة والإقليمية تتحدث عن تصعيد خارج قواعد الاشتباك ولكن لأيام معدودة وليست حرب شاملة. وهذا ما يعول عليه أصلاً وما تعول عليه السلطة في لبنان، السلطة الرسمية أي الحكومة الرسمية تعتبر إنها خلف حزب الله، ولكن مهما علت الحدود العسكرية أو المشاكل العسكرية أو الاعتداءات العسكرية فإنها لم تتعدى أيام طويلة. وهذا دكتور يقودني إلى تساؤل الآن، وأنا أتابع الأخبار التي تأتي من خلال القناة 13 الإسرائيلية. مسؤول إسرائيلي رفيع يقول ردنا سيكون مؤلم وصعب إذا في حال ستندلع حرب أم لا، هذا يعتمد على الطرف الآخر، وكأن هناك إشارة إلى مسألة تقبل حزب الله لما حدث الآن من استهداف والوقوف عند هذه النقطة، أو أن الحزب ربما سيعود ينتقم لمقتل هذا القيادة الكبير فيه، وبالتالي قد تتسع الأمور وقد تخرج عن السيطرة. إلى أي مدى الآن من خلال هذه الأحاديث الإسرائيلية الكرة قد ألقيت في ملعب حزب الله، فبالتالي سيتوقف ما حدث اليوم عند هذه المشاهد التي نشاهدها الآن؟ صحيح، اليوم الساعة الكرة بملعب حزب الله، بحسب رد حزب الله سنعرف الأمور أين ستتجه. على الأرجح ومن خلال تصريح الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين التي نتابعها الآن، إسرائيل اكتفت بهذا الرد بحسب ما نسمعه، إسرائيل اكتفت بهذا الرد، ويمكن اعتبار أن هذا الرد مقارنة إلى التهديدات التي سمعناها في خلال 48 ساعة الماضية يعتبر رد عادي إلى نوعا ما يعتبر عادي. لماذا؟ لأن إسرائيل هددت بضرب العمق اللبناني، بضرب البقاع وبضرب الجنوب وحتى بضرب المراكز الاستراتيجية وبنى تحتية للدولة اللبنانية. من الممكن أن تنتقل المرحلة إلى مرحلة صراع ولكن ضمن قواعد اللعبة بدرجات أكثر وليس بدرجات كبيرة، يعني لن تطال تل أبيب، لن تطال قدس، لن تطال كريش أو حتى مرفأ حيفا. الموقع الاستراتيجي الذي يبادر به حزب الله بقصفه هي موقع كريش، يمكن اعتبار أن الحرب أخذت منحا آخر. في حال حزب الله اليوم رد برد عنيف على كريش القريبة من لبنان أو انتقلت إلى مراكز مثل مراكز استراتيجية أو
مراكز حساسة